السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نذكركم تلاميذنا الأعزاء بتفعيل خدمة الجرس ليصلكم كل جديد. كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الويب www.lva-academy.com، كذلك زيارة صفحتنا على الفيسبوك LVA أكاديمي. حصتنا اليوم أعزائي في شكل ملخص لدرس الأمر والنهي. هذا الدرس موجه لتلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي، ونبدأ كالعادة بالتعرف على معنى الأمر وصيغه، والتعرف على النهي وصيغه. بالنسبة لقسم الأمر، إن الأمر أعزائي هو عمل لغوي الأصل في معناه، يعني معناه الأصلي، الأصل في معناه طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام، ويكون بأربع صيغ. صيغة فعل الأمر: الصيغة الأولى صيغة فعل الأمر، يعني يكون الفعل مصرفا في صيغة الأمر: اعمل باجتهاد. هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية قد يكون في صيغة المضارع المقترن بلام الأمر: لتعمل بجد أو لتعمل باجتهاد. هذه تسمى صيغة المضارع المقترن بلام الأمر. كذلك لدينا صيغة المصدر النائب عن فعل الأمر: عملا باجتهاد. عملا هذه مصدر نائب عن فعل الأمر، هذا المصدر هنا ينوب عن فعل الأمر، ينوب عن الفعل اعمل. كذلك لدينا صيغة اسم فعل الأمر. اسم الفعل هو عليك، هنا عليك بالعمل باجتهاد، هذه تسمى اسم فعل. وهنا لدينا أمثلة من أسماء الأفعال الدالة على الأمر، يعني أسماء الفعل الدالة على الأمر، منها صح عليك، صح يعني اصمت، عليك، اياك، حذار، رويدك، اليك، يعني الى اخره من الامثله. الان نمر لقسم النهي، سنتعرف على النهي. كذلك هو عمل لغوي الاصل فيه، او الاصل في معناه عفوا، هو طلب الكف عن الفعل، ليس طلب القيام بالفعل، ذلك في الأمر طلب القيام بالفعل، أما في النهي هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء طبعا، كما هو الحال بالنسبة للأمر. لا يمكن أن تأمر شخصا أو أن تنهى شخصا وأنت يعني أدنى منه منزلة أو رفعة أو قيمة، يجب أن تكون أنت أعلى منه قدرا و قيمة ومنزلة. وله صيغة واحدة، يعني صيغه هي صيغة واحدة: اللا الناهية، هذه هي الصيغة اللا الناهية مع فعل مضارع مجزوم: لا تذهب بعيدا. لا الناهية تذهب هو فعل في المضارع المجزوم. نحن هنا لازلنا نتحدث عن الأمر والنهي في معناهم الأصلي، يعني في المعنى الحقيقي، يعني الأمر والنهي الحقيقيان في المعنى الأصلي. لكن أعزائي المشاهدين، لدينا بالنسبة للأمر والنهي الأصليين عناصر ينبغي أن تكون حاصلة وقت طلبه، يعني شروط. ما هي هذه الشروط؟ هذه الشروط هو أن يكون طلب شيئا غير حاصل، يعني لا يمكن أن نطلب شيئا هو يعني حاصل. لا أقول لك مثلا اسكب لي
كأس ماء وأنت قد سكبت لي كأس ماء وانتهى. يعني أطلب منك أن تسكب عندما أكون بحاجة لك إلى أن تسكب. أقول لك مثلا أخرج من المنزل، لا يمكن أن أقول لك أخرج من المنزل وأنت لست داخل المنزل أصلا. يعني يجب أن تكون أنت داخل المنزل لكي آمرك بالخروج. هذا هو معناه طلب شيء غير حاصل وقت طلبه، أو أن يكون ممكن الحصول. يعني لا أستطيع أن آمرك بشيء لا تستطيع تنفيذه، أو لا أستطيع أن أنهاك عن شيء، لا أستطيع أن أقول لك مثلا لك لا تتنفس، لا أستطيع أن أنهاك عن فعل شيء أنت لا يمكن أن تنفذه. وأن يكون الآمر والناهي مستعليا على المأمور أو المنهي. هذا ما قلناه في يعني جزئية الاستعلاء، يعني يجب أن تكون أنت مستعليا على المأمور أو المنهي، يعني الشخص الذي ستأمره أو ستنهاه، أي أعلى منه مقاما وسلطة. وهذا ما قد تحدثنا فيه. الآن نركز، هذا قلنا بالنسبة للمعنى الحقيقي الأصلي للأمر والنهي، لكن الأمر والنهي قد يخرجان عن المعاني الأصلية إلى معان أخرى. هذه المعاني الأخرى تتحقق بخرق أحد شروط إجراء الأمر والنهي الأصليين والحقيقيين، مما يتولد عنه معنى آخر يناسب المقام ويتنوع بتنوعه. يعني المقام هو المتحكم في هذا الموضوع أو في هذه الجزئية. يعني يجب أن نركز أعزائي دائما على المقام لكي نتبين المعنى الذي أفاده الأمر والنهي، المقام والسياق. لدينا أمثلة. قال أخ لأخيه: أقرضني مبلغا من فضلك. أقرضني هنا فعل في صيغة الأمر، لكن الأمر هنا يدل عن الالتماس، يعني هو يلتمس منه أن يقرضه مبلغا من المال. أعطيكم مثالا آخر. الآن لدينا معنى آخر عند الدعاء، مثلا نقول: اسفح اللهم عن ذنوبي، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آتنا وقنا كلاهما مصرفان في صيغة الأمر، لكنهما يفيدان صيغة الدعاء، يفيدان الدعاء. يعني نحن لا نأمر الله تعالى، ويعني حاشانا وحاشا الله من هذه الأمور، لا نأمره على وجه الاستعلاء، بينما نأمره على وجه الدعاء. لدينا المثال الثالث: شاور سواك إن وقعت في مصيبة. يعني شاور غيرك إن وقعت في مصيبة. نحن هنا ننصح، عندما نقول لك شاور غيرك إن وقعت في مصيبة، أنا أنصحك وأرشدك إلى شيء يساعدك إن وقعت في مصيبة. يعني إن وقعت في مصيبة فشاور أحد أصدقائك مثلا، أو لست أدري، أو أحد أفراد العائلة. هنا على وجه النصيحة، شاور فعل في صيغة الأمر لكنه على وجه النصيحة. الآن عندما نقول: لا تنتهي يا زمن الفرح والمسرات، لا تنتهي يا زمن الفرح والمسرات، لا تنتهي هنا في صيغة النهي، لكن ماذا أفادت هذه الصيغة؟ أفادت التمني، نحن نتمنى أن لا ينتهي هذا الزمن، يعني زمن الفرح والمسرات والسعادة، نتمنى أن لا ينتهي. عندما أقول لك: لا تبتعد عني أيها الكلب الوفي، أنا أحدث كلبا، أقول: لا تبتعد عني أيها الكلب الوفي، ألتمس، أنا الآن ألتمس من هذا الكلب أن لا يبتعد عني. كذلك عندما نقول: لا تمتثل لأوامر رئيسك وسترى ما يكون من أمرك، أنا الآن أهددك، يعني أنك إن لم تمتثل لأوامر رئيسك سترى ما الذي سيفعله بك، أو سترى ما الذي سيحل بك. هذا في صيغة تهديد، صيغة التخيير والتسوية. اقرأ رواية أو قصة، أنا أخيرك بين الرواية والقصة، اقرأ في صيغة الأمر.
عندما أقول لك مثلا دع النجاح لأصحابه، لا تسعى في طلبه، ما المعنى الذي أفادته هذه الجملة؟ دع النجاح لأصحابه، يعني أنك لست من أصحاب النجاح، يعني أنني أحط من قيمتك أو أحقر من قيمتك، لا تسعى في طلبه، فسواء سعيت أو لم تسعى فلن تنجح، يعني أنني أحقر منك، أحقر ممن أحدثه عندما أقول له دع النجاح لأصحابه يا ولد، لا تسعى في طلبه، فأنا أحقر من إمكانياتك وأحقر من إمكانية النجاح لديك، فهي إمكانية ضئيلة جدا. عندما أقول لك لا تحاول الوصول إلى قمة الجبل، هذا في شكل تعجيز، يعني أنك لن تصل، من المستحيل أن تصل، أعجزك، أنا الآن أعجزك. إياك والأسى، إياك هنا هو اسم فعل، اسم فعل كما قلنا لدينا أسماء فعل تدل على الأمر، إياك والأسد، يعني أنني أحذرك من الأسد. وما نستنتجه هنا أبنائي أنه عند خروج الأمر والنهي عن معانيهما الأصلية يصبح المقام أو السياق، كما قلت لكم المقام أو السياق هو المحدد للمعنى الذي يدلان عليه، وهذه المعاني مختلفة كما ذكرنا، يمكن أن تكون التماسا أو تمنيا أو دعاء أو تحذيرا أو تهديدا أو تخييرا أو نصحا أو إرشادا أو تعجيزا أو تحقيرا إلى غيرها من الأمثلة. نرجو أعزائنا التلاميذ أن تكون الفائدة قد حصلت، وأن نكون قد فصلنا بعض التفصيل في هذا الدرس. كما جرت العادة نذكركم بتفعيل خدمة الجرس ليصلكم كل جديد، وبزيارة موقعنا على الويب www.elvia-academy.com. والسلام عليكم أعزائي ورحمة الله تعالى وبركاته.